شرف الكبار، السيد سفير سفيرة المكسيك، السيد سفير جمهورية الأرجنتين، السيد سفير توغو، السيد سفير بلغاريا، السيد ممثلات مجلس أوروبا، السيدات والسادة ممثلي السفارات، السيدات والسادة زملاء وأصدقاء وصديقاتي. يتجدد كل سنة لقاءنا بفقرات مجلس الوطني للحقوق الإنسان بموضوع مناهضة حقوق الإنسان. نشدد جميعا كل سنة وكل مرة على أن الحق في الحياة حق مطلق لا نقبل المس به في أي ظرف من الظروف وتحت أي ذريعة كانت. وأدعو باسمكم المجموعة الدولية تتدخل لحماية وضمانه في سياق رهانات ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط من تقتيل كل ساعة يوميا متواترا جسيما مرعبا، والعمل على وقف إطلاق النار الفوري والسلام وحماية حق المدنيين وضمان حياتهم. أدعوكم للوقوف لقراءة الفاتحة دقيقة الصمت على كل الضحايا الكلمة الآن للسيد النقيب عبد الرحيم الجمعي. للمؤسسة الوطنية، للائتلافات، الائتلاف الوطني، للشبكات، لكل المناهضين، أن ما نقوم به لإلغاء عقوبة الإعدام يتطلب قطع مسار طويل لتفكيك أولى العناصر المعقدة لهذه العقوبة، التمثلات التي تستعمل لتبرير الإبقاء على الإعدام، وأننا المناهضون كل المناهضين لعقوبة الإعدام سننجح في تغيير المبررات، لأننا مثابرون ومصممون على الإلغاء للإلغاء العميق، وطموحنا الإبقاء على الحياة أعمق من تصميمنا على الإبقاء على الإعدام ومناهضة الإلغاء. أكدنا السنة الماضية السيدات والسادة على ضوء مؤسستنا على أن تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها قائمة في القوانين هو أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتباراً للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق. ودعونا إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تداهي وتتجاوز في تداعياتها النفسية وتبعاتها الاجتماعية تنفيذ عقوبة الإعدام. واليوم نؤكد قناعتنا في هذه السنة أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحداً ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع. وسنشتغل خلال هذه السنة على نشر هذه الرؤية أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحداً مع كل زملائنا والمناهضين لعقوبة الإعدام. لا بد من التذكير باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحضور الكريم بأن الثابت الذي يبني عليه المجلس موقفه الداعي لإلغاء الإعدام هو أولاً طبيعة الحق متأصلاً مطلقاً وعليه تتأسس كل الحقوق الأخرى. ثانياً، طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق وتدعو مرة أخرى وتجدد دعوتها المشرع إلى ترجمة المقتضيات القانونية بالقانون الجنائي بما يتلائم والمد 20 من الدستور وما تم المصادقة عليه بدون تحفظ من طرف المملكة المغربية. ونحن نحتفي بعشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا المضاء الذي لا يذكرنا
بل فقط لنعيش تلك اللحظات العشرين سنة التي عمل زملاء لنا. نرحب بالسيدة لطيفة جبردي حاضرة معنا اليوم في هذه العشرينية هيئة الإنصاف والمطالحة. ننتظر أن نتقدم خطوات المصادقة على البروتوكول الاختياري للحق العاد كتوصية لتوصيات تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وبعلاقته بكذلك التصويت لصالح القرار الدولي لوقف إطلاق لوقف التنفيذ خلال اجتماع اللجنة الثالثة في نوفمبر المقبل. ولعل ذلك من بين الأسباب التي تفسر حرص المجلس الوطني بصفته الجهة المكلفة بمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على أن تتضمن مذكراته آرائه وتوصياته بالتقارير السنوية في أن موقفه الصريح والواضح بإلغاء عقوبة الإعدام. طموحي هذا الصباح وطموح كل الحاضرين أظن المناهضين لعقوبة الإعدام وكل الزملاء الذين لم يحضروا معنا وهم مناهضون لأسباب متعددة، نطمح كذلك أن يتم اجتهادات القضائية بعدم الإدانة بعقوبة الإعدام في أي قضية قد تكون خاضعة لعقوبة الإعدام تفعيلا للدستور، وفي انتظار ملائمته مع ملائمة الدستور مع التشريع. اليوم يدفعنا السياق الوطني الذي يجعل من مرجعية حقوق الإنسان والديمقراطية أحد ركائز قرارات السياسة العمومية أن نتقدم خطوة ما دام ينطوي على جميع الحيثيات لإلغاء عقوبة الإعدام التي تجعلنا نعي أنه لا ينبغي أن نخطأ مرة أخرى الموعد، موعد الإلغاء التشريعي، ما دام الواقع قد ألغاه وأوقفه فعلياً. نجدد دعوتنا إذن للحكومة وإلى المشرع والبرلمان المغربي من أجل أولاً الحكومة من أجل التصويت والبرلمان المغربي من أجل أن يكون هناك مقتضى واضح لإلغاء عقوبة الإعدام. في انتظار ذلك سنبقى دائماً كمناهضين لعقوبة الإعدام متابرين فاعلين ومصممين للترافع على إلغاء عقوبة الإعدام وحماية والترافع فقط للحق في الحياة، الحق في الحياة وحق متأصل أصيل مطلق، وعليه يمكن أن ندرس ونعمل ونفعل الحقوق. شكرا لكم ولحضوركم معنا هذا الصباح.